ستضمن هذه الخطوات الثلاثة البسيطة توزيع فورمولا برو أدفانس بدقة مع كل استخدام. الخطوة الأولى: ابحث عن إعدادات الرضعة لعلامتك التجارية ونوع الرضعة على موقعنا الإلكتروني. يطالب هذا الإعداد فورمولا برو باستخدام النسبة المحددة من الرضعة إلى الماء التي تتطلبها الرضعة الخاصة بك حتى يتم تصنيع الزجاجة بدقة. عند البحث عن إعدادات الرضعة الخاصة بك، استخدم دائماً بلد المنشأ حيث تم إنشاء الرضعة الخاصة بك. تأكد أيضاً من تحديد الاسم الكامل للعلامة التجارية للرضعة ونوعها. على سبيل المثال، تقدم العلامة التجارية إنفاميل جنتليس ونيورو برو جنتليس. يمكن أن يكون لكل نوع رضعة إعدادات مختلفة. الخطوة الثانية: قبل استخدام الماكينة، تأكد من أن مسحوق الرضعة ضمن الحد الأدنى والحد الأقصى للخطوط الموجودة على حاوية المسحوق. إذا نقصت الرضعة تحت خط الحد الأدنى، فلن يتم توزيعها بشكل صحيح. إذا كان بإمكانك رؤية أجزاء المزج باللون البرتقالي أو الرمادي، فستحتاج إلى إضافة المزيد من الرضعة. الخطوة الثالثة: قم بتنظيف فورمولا برو بعد كل 4 زجاجات. ستطالبك الماكينة بتنظيف القمع لمنع تكتل الرضعة. ما عليك سوى غسلها وتجفيفها بالكامل قبل إعادة الاستخدام. تحتاج أيضاً إلى مسح الجانب السفلي من حاوية المسحوق لإزالة أي رضعة متكتلة. لتسهيل عملية تنظيف القمع، يمكنك شراء قمع احتياطي بحيث يكون لديك دائماً قمع نظيف لتبديله. لمزيد من النصائح المفيدة، تفضل بزيارة مركز المعلومات المتقدمة الخاص بفورمولا برو أو تواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا.